أوكي كده حلو قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. خليني بس أزل. اه الكدر كده افضل صح؟ هموت <applause> من التلج <applause> اوكي بيسجل بيسجل اوكي آه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا شباب ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه انا مش عارف ليه قررت ان انا اطلع الفيديو ده في التلج بس هو بصراحه الجو شكله حلو قوي يعني منظر التلج حلو فانا طلبت معايا ان انا اعمل الفيديو ده في الجو ده عشان خاطر يعني يكون المنظر حلو انا كان ممكن باستخدام اللايتنج اللي فوق اكشلي يعني في الاستوديو عندي ان انا استخدم جرين سكرين واحط نفسي في التلج بس انا كنت عايز اكون رياليستيك بحب الشغل اللي فيه يا شباب انا من ساعه ما يعني انا انا جربت اشتغل بالجرين سكرين قبل كده جرين سكرين دي اللي هي بتبقى خلفيه خضراء خالص وراك للناس اللي هي مالهاش في التصوير يعني بتبقى خلفيه خضراء وراك وبعدين في برامج الفيديو اديتنج بتعزل الخلفيه بتشيل بقى الخلفيه خالص وبتحط الخلفيه اللي انت عايزها انا جربتها بس زمان قوي 2016 و 2017 بس خلاص يعني المهم انا هحاول بقدر الامكان ان انا اخلي الفيديو ده مفيد انا بحب اعمل حاجه مفيده اه ساعات بشير معاكم مثلا ريل مدته 30 ثانيه دقيقه بتاع ما اعرفش ايه عن حاجات مثلا صوفيا ما اعرفش يا إيه مراري وحاجات كده يعني بس لا يعني انا حابب ان انا يعني في عز الثلج اللي انا فيه ده ان انا اطلع بحاجه ورثت ات فخليني اتكلم معاكم من داخل امريكا في ولايه مينيسوتا اتكلم معاكم اكتر في حته الفريلانس ليه؟ استنى استنى انا عارف انك انت ممكن تقولي خلاص بقى يا كيمياء بقى زهقنا بقى واتخنقنا بقى من ام الفريلانس اللي انت بتكلمنا عنه كل شويه ده بس هي الفكره في حته ايه؟ ان وانا في مصر اعتمدت على شغل الفريلانس بشكل كبير جدا جدا عشان امينتين تي أمين اللايف ستايل اللي انا عايزه، بمعنى ان انا احافظ على الوضع الاجتماعي اللي انا كنت فيه. انا كنت عايش في مدينتي وكنت بدفع ايجار، ما كانتش شقه تمليك، وفي مصاريف بيت وحاجات زي كده، واشتريت عربيه في مصر وبصرف بقى وخروجات وحاجات وفسح وشويه غردقه وشويه مرسم مطروحه عند اهلي وشويه كذا وشويه كذا، فانا كنت محتاج ان انا احافظ على الوضع الاجتماعي ده. فعشان كده اشتغلت كفريلانسر. لما باجي اقول للناس يشتغلوا فريلانسرز انا يعني صدقا يا شباب يعني يعني انا مش بتعامل بمبدا اللي هو سبوبه ويلا بينا دايما بقول للناس مهم جدا انك انت يكون عندك مهاره بتقدمها لدرجه ان يعني في كورسات الفريلانس يعني تقريبا 90% من الكورسات اللي انا قدمتها في الفريلانس ليه أنا بقول كورسات بالصاد هي كورسات بالسين كورسات أنا عارف إن هي كلمة إنجليزية أصلاً ما ب... هي جاية من كورس معنى الدورات التعليمية باللغة العربية بس ما علينا ما نخرجش بره الموضوع عشان خاطر بس ما نحيرش الناس معانا هو التلج بيأثر على الواحد أوي <applause> أوكي نرجع لموضوعنا في اغلب الكورسات اللي انا قدمتها في الفريلانس كنت دايما بقول للناس ان مجال مثلا ادخال البيانات هو شغلانه اللي ملوش شغلانه فمهم انك انت يكون ليك مهاره الناس فعلا طلبوها الناس عايزاها ف... كنت بتكلم مع الناس في حتة يعني حتى حتى لما كنا مثلا بتيجي السيرة بتاعة الجرافيك ديزاين أو يعني تعديل الصور والحاجات دي كلها بقول لهم المنافسة جديدة كنت بقول للناس يا يا جدعان يعني دايما في الكورسات أنا كنت بعلم الناس وبخلي الناس تبقى عارفة الفرق ما بين المحيط الأزرق والمحيط الأحمر وشرحت الحتة دي كتير باختصار المحيط الازرق هو محيط يعني هو ك... هو اصلا كتاب اسمه كتاب سياسه المحيط الازرق حاولوا أنه كنتوا إيه تقروه يعني كتاب جميل جدا جدا يعني بيتكلم في حته انك انت ممكن تدخل مكان معين تلاقي ان العملاء اللي فيه قليلين بس تخلي بالك ان المنافسه فيه قليله جدا جدا مقارنه بيه حاجه تاني زي مثلا المحيط الاحمر اللي فيها عملاء كتير بس في نفس الوقت المنافسه فيه شديده جدا 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 نبقى ان شاء الله كده في فيديو كده من الفيديوهات من كتر ما انا فاسينيتد وسامحوني ان انا بدخل كلماتي كلمات انجليزي بطبيعه معيشتي هنا في امريكا وانا بحاول ان انا التزم بتحدثي باللغه العربيه بشكل كبير يعني سامحوني ان انا بتكلم انجليزي في بعض الاوقات يعني فسامحوني يعني من كتر ما انا منبهر بالكتاب ده يعني ممكن ان انا اعمل فيديو مخصص ليه، المهم نرجع لكلامنا ان الفريلانس مش سبوبة، الفريلانس دي حاجة آه بجد آه ليها سيستم معين انت محتاج تمشي عليه، يعني اوكي انت في كورس الفريلانس اللي انا مثلا بقدمه بتتعلم ازاي انك انت تقدم خدمه بشكل احترافي، ازاي تتواصل مع العملاء، ازاي تعمل دعايه للخدمه بتاعتك، ازاي كذا زي كذا، الحاجات دي كلها خاصه بالفريلانس، بس بيجيني تساؤل كتير بيقول لي يا كيميا هو انت في كورس الفريلانس هتعلمنا مهاره؟ يا جدعان ما ينفعش ما ينفعش ان كيميا انت عارف انا لو جيت قلتلك تعالى انا هديك 100 سبوبه تكسب من وراهم، هعلمك 100 سبوبه تكسب من وراهم، اعرف ان انا ببيع لك الهوا ليه بقى؟ لان انا متخصص ايه انا كاحمد متخصص ايه متخصص الايات يا سيدي ترجمه وبقالي فتره ما بشتغلش فيها وعشان كده متردد جدا في ان انا اقدم كورس ترجمه ولو قدمت كورس ترجمه لازم يكون بالتعاون مع مترجم متمرس دي اول نقطه انا متخصص فيها ايه تاني كانفا عشان انا بعشق كانفا بقالي اربع سنين شغال عليه وبعرف في التركات بتاعته كلها فاقدر ان انا افيدك في كانفا آه الفيديو, ال... الفيديو اديتنج وال... آه مش الفيديو اديتنج قوي برضه يعني سبحان الله في كورس فيديو اديتنج نزل على المنصه مش انا اللي عامله في كورس نزل موشن جرافيك نزل على المنصه مش انا اللي عامله ليه؟ لان مش تخصصي الاساسي اه انا بعرف اعمل فيديو اديتنج بس مش تخصصي الاساسي لكن لما تيجي مثلا تقول ايه فيديو كرييشن في فرق ما بين الفيديو كرييشن والفيديو اديتنج تمام خليني الواحد يطلع ايده كده ايه الواحد له زمان بالي من ساعه ما بدات يعني الفيديو ما عملتش انتر اكشن بايديا وانتم عارفين ان انا بحب ان انا اعمل انتر اكشن بس عشان قادر قاعد في الثلج قررت ان انا اعمل اه؟ ادخل ايديا في جيبي <applause> انا عمال اخش من موضوع واخرج في موضوع حاجه مرار مرار هي التجربه دي <applause> خلاص كده اشوفكم على خير بره في الصيف ان شاء الله مش في التلج كده يعني المهم، نرجع لموضوعنا تاني، (recording) كويس؟ آه، recording) كويس، نرجع لموضوعنا تاني، الا وهو ايه؟ ان ان الحاجات اللي انا بقدمها انا لازم اكون متخصص فيها، ما ينفعش ان انا اقول لك انا ممكن اطلع لك بافكار او اقيم الخدمه اللي انت بتقدمها بناء على انا كما كمثلا حد انت هتستهدفه ككاستمر اقيم الخدمه بتاعتك، لكن ان انا اعلمك حاجه انا ما اعرفهاش ده غلط ما ينفعش. فاجابتي على السؤال بتاع يا كم انت هتعلمنا مهاره بتكون لا. لكن مثلا منصه مي عليها كورسات تقدر تتعلم منها مهارات او تتعلم منها على يوتيوب بشكل مجاني او تروح تاخد كورسات على يوديمي يشوف الطريقه اللي تريحك او انت في حد ثقه في المجال اللي انت عايز تشتغل فيه انت تعرفه بيقدم كورسات قيمه تقدر انك انت تروح تشتغل معاه او تتعلم منه يعني تمام فبعد ما انت بتتعلم ازاي تقدم خدمه بشكل احترافي وتعمل دعايه للخدمه بتاعتك وعوامل تميز الخدمه والمواقع دي بتشتغل ازاي وفي موقع مثلا بتقدم من عليه بتقدم عليه خدمات لكن في موقع تاني بتروح تشوف تتصفح فيه مشاريع وتقدم على المشروع اللي حطه العميل وهكذا يعني فدايما خلاص انت اتعلمت الحاجات دي لازم قبل ما تبدا تشتغل يكون عندك مهاره انت متميز بيها والاحتياج ليها آه حلو في احتياج ليها في سوق الفريلانس وكمان المنافسه ما تكونش شديده قوي لو انت لسه هتبدا تتعلم مهاره لازم تحط الحاجات دي في بالك طيب انت عملت بقى ايه؟ تعلمت الحاجات دي كلها تيجي تقول لي يا كيميا انا خلاص اتعلمت وتمام وزي الفل بس ما عنديش نماذج اعمال السؤال ده بيجي كتير، ما عندكش نماذج اعمال، ما عندكش بورتفوليو خاص بيك، فلنفترض ناخد على سبيل المثال حاجتين الفيديو كرييشن او الفيديو ايديتينج وناخد الجرافيك ديزاين اللي هو على كانفا مثلا، انت خلاص اتعلمت كانفا واحترفته، ابدأ اعمل نماذج اعمال لنفسك انت اعملها مش عميل بيطلبها منك لا ادخل اعمل بروجكت لنفسك اعمل تصميم لوجو اعمل تصميم سوشيال ميديا بوست اعمل كذا اعمل كذا وابني البورتفوليو بتاعك بنماذج انت بتعملها بدون ما حد يطلبها منك مش لازم يكون عميل لازم يطلب منك الحاجات دي جرب بنفسك الاول قبل ما تروح للعميل وتجرب فيه، دي نقطة في غاية الأهمية، جمع شوية فيديوهات واعمل إيديتنج مثلا ليها، هات فيديو مثلا لكم من على اليوتيوب، اعمل له داونلود وقصقصه وظبطه واعمل له تعديل وبتاع وحطه عندك في كبورتفوليو ليك، مش شرط إنك أنت تصور حاجة بنفسك أو كده يعني. فنماذج الأعمال أنت تقدر إنك أنت تعملها بنفسك، ب ب بت يعني بتسميها إيه الأورينتيشن بيريد اللي هي فترة التدريب، فترة التدريب بتاعتك على الشغل ده. تمام مش لازم تروح مثلا في مكان معين او كذا او كذا برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا واللي تعرفها اللي هي ب... احنا كفريلانسرز بجد بنستراجل فيها جدا جدا الا وهي تايم مانجمنت والله العظيم يا شباب انا فوق في البيت سايب كميه فيديوهات ورايا لعملاء كتيره جدا 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 انا مصورها مصورها بس مكسل مكسل ان انا اعمل لها فيديو اديتنج آه... فطلعت مثلا اعمل الفيديو ده دلوقتي على سبيل التغيير ان انا اغير جو بقى قعده المكتب بتبقى برضو ايه يعني لا اخفيكم قولا يعني قعده المكتب مملة وبتفرهد الواحد قوي قوي انتوا عارفين انا نفسي فيه والله العظيم ثلاثه انا نفسي ارجع لشغل النقاشه والديكور تاني كان في حركه كتير ما كانش عندي كرش انا عندي كرش صغنون قد كده <applause> عندي عندي كرش صغنون والله من بعد ما اتجوزت ربيت كرش فنفسي ارجع لشغل أنا ديكور تاني بسبب الحركه اللي فيه اللي هو انت وبت وبتجيت بيد في نفس الوقت يعني بتتحرك وبتعمل نشاط والكرش بيخس وبتاع وفي نفس الوقت ايه تاخد فلوس على الحركه دي وكده يعني مش عارف I don't know I don't know وفي حاجات كتير قوي الواحد عايز يخش فيها بس يعني مش عارف يعني حبيت ان انا بس ايه افضل كده انا ايه كده يا شباب انا اديتكم الجزء اللي هي الجزء مفيد كده شويه حاجات كده عن الفريلانس وكده يعني هي مش سيستماتيك ما فيش سكريبت موجود الحاجات دي كلها كده طالعه كده من قلبي من عقلي خلاص عشان خاطر حد يقول لي قلبك ما بيتكلمش يا كامي قلبك يا حول الله اوكي تجربة لذيذة وخفيفة وحاسس ان انا لا يعني <applause> انتوا عارفين هو الواحد هل هل ممكن نعتبر ده بودكاست الواحد كده يدردش معاكم ويحكي وبتاع وكده يعني على فكرة انا نازل من فوق ما فيش في بالي حاجة اتكلم فيها يعني انا نزلت نزلت وعملت السيت اب ده انا طلبت معايا ان انا اصور بالسيت اب ده كده يعني لكن انا ما فيش حاجة معينة في دماغي كنت عايز مثلا أحكي فيها وكده يعني هي طلبت معايا إن أنا إيه عجبني سيت أب كول قوي كول قوي إنك أنت إيه تعمل السيت أب كده بتاع تلج يا جدعان الميكروفون والحاجات كلها تلجت تلجت أوف أوف واو بجد في طياره معديه في طياره معديه لأن المطار يعتبر قريب وحشني السفر الطيران يعني اه انا بقى لي بتاع اربع شهور كنت في مصر من اربع شهور وبعدين رجعت وحشتني مصر والله وحشتني مصر أنتم متخيلين مصر والله يا شباب انا بحب مصر جدا يعني لا صدقا والله انا بحب مصر بحب مصر وبحب ناسها انا عايز ارجع مصر تاني عايز ارجع مصر تاني واشتغل اونلاين يكون شغلي بقى ايه بالدولار يعني يعني افضل شغلي اونلاين زي ما انا يعني كده وكده بس يعني. بس ما علينا يعني ممكن ايه سنه سنتين ثلاثه كده لقدام بعد ما الواحد يزهق شويه من امريكا ينزل يعيش في مصر ان شاء الله على حسب كده يعني وحشتني الخروجات مع احمد ابو زيد واحمد شاهين وعمر عبد الرحيم وحشني عبد الله ربيع يا صاحبي وحشني عبد الله عامر وعبد الرحمن عامر نسايبي واصحابي في نفس الوقت وحشني يا ابوي وامي واخواتي كده يعني حمايه وحماتي ربنا يبارك لي فيهم يا رب اه اي دون نو اي دون يا اخي سبحان الله <applause> انا قلت قلت لنفسي ان شاء الله لما مراتي وبنتي يجوا معايا امريكا انا الحمد لله هستريح مراتي وبنتي معايا وبتاع كله هيبقى تمام وبتاع. ومبسوط يعني يعني انا مش مش بنكر ان انا مش مبسوط بوجودهم معايا هنا انا بجد مبسوط الحمد لله فاينلي خلاص خلاص انتقلنا للعيش سوا مع بعض وتمام وزي الفل بس سبحان الله يا اخي الواحد ده سبحان الله مفيش حاجه في فيش حاجه تملى عينه مش عارف بقى تملى عينه ولا بتتقال ازاي اللي هو ايه يعني يعني مهما حصلت على كل الحاجات اللي انت نفسك فيها هتفضل برضو عندك النيد لحاجه يعني سبحان سبحان الله سبحان الله انا مصر بحبها جدا وبحب الخروجات فيها وبتاع انا عارف ان في ناس هتقول لي انت بتحب ايه في مصر وبتاع ومعرفش ايه والحاجات دي كلها بس انا بجد يعني انا بحب مصر بس تيجي ايه تسالني عن امريكا اقول لك لا امريكا جميله وانا بحب العيشه في امريكا أمري... العيشه في امريكا جميله ها شايفك شايفك يا اللي هتقول لي ما اعرفش ايه بس يعني المعيشه في امريكا جميله فاللي هو يعني لا كده عيب ولا كده عاجب يا كمية يعني تيجي مصر تيجي امريكا تقول لي انا نفسي انزل مصر تيجي مصر تقول لي انا نفسي ارجع لامريكا تاني وبتاع وما اعرفش ايه مش كده يعني بس سبحان الله يعني كل حته فيها حبايب لينا كده ما عدا الامارات ما بحبهاش خالص خالص ما بحبش العيشه في الامارات نهائي حبيت السعوديه جدا جت... انتوا عارفين يا شباب انا لما رحت عشت في الامارات انا انا جاتني أرفع من دول الخليج كلها بس لما رحت السعوديه سبحان الله سبحان الله يعني انا رايح وقلت خلاص انا اروح السعوديه مش رايح زياره يعني عم الحب انا اروح اروح اعمل عمره فرحت عملت عمره في الثانيه في الثالثه واذ بي وقعت في حب السعوديه وبقيت احب السعوديه جدا لدرجه ان انا ما كنتش عايز امشي لدرجه ان انا بقيت عايز ارجع للسعوديه تاني ونفسي اعيش في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني او في جده عشان اكون جنب الكعبه واروح و... أروح اعمل عمره كذا مره وكده يعني يا يا جدعان يا يا بجد بجد اجواء روحانيه في غايه في الروعه سبحان الله الواحد يعني بيروح هناك تحس براحه نفسيه رهيبه جدا جدا المهم انا خلاص تلجت ومش قادر سلام اوف <تصفح> اوف <تصفح> <تصفح>